الثاني الى مسار وانطلق هذا الشوط لنجد مع المقدمه والصداره من ياتي متباهي سالم بن حمد بن دريه الفلاحي من يقدم لنا هذا الاسم والشعار اللي صار وقال بالنواميس مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني من ينطلق مباشرة من الجانب الآخر ياتينا بهذا التقدم الممتاز. هناك الجارح عبيد بن عبد الرحمن بن عبيد الشحي، شعار بن غالب ينضم مباشرة ويحتل المركز الثاني، يغير مباشرة على الصدارة في هذه اللحظات. من ياتي برهان راشد بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدم مباشرة مع المركز الثاني. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام ياتينا مباشرة في هذه اللحظات الجارح عبيد بن عبد الرحمن بن عبيد الشحي. المركز الرابع، رابع المراكز من ينطلق مباشرة متعب محمد بن سهيل بن سالم بن هية العامري منضمن مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس يتقدم مباشرة بهذا التقدم الممتاز والمسار الجميل مشاهدينا الكرام. من ياتي وينطلق هناك ياتينا اللي هو حشيم علي بن محمد بن سلطان العويسي منضمن مباشرة إلى المركز الرابع. وفي خامس المراكز متعب يتقدم مع المركز الخامس بشعارك بن هية. المركز السادس، سادس المراكز الواصل سمحون سيف بن علي بن سالم العامري. سابع المراكز شعار بالكور يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مشاهدينا الكرام. من ياتي في هذه اللحظات اللي هو متواجد ابراهيم بن سالم بن حمد بالكور المزروعي ينطلق مباشرة ويغير ويحتل المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع مبعد حمد بن عبيد بن محمد الراشدي. اما اللي في المركز الثامن وصل هناك وانطلق في هذه اللحظات شاهين ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي. المركز التاسع القادم احلى الواصل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من ياتي الشامي احمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. اما اللي في المركز العاشر وختام النداء الاول مرفوق سعيد بن ثاني بن ضحي الاكتبي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود إلى صراع الأقوياء والأبطال، نعود إلى المقدمة إلى المبدعين في هذا الصباح. شوط المنتجين تجمع عن القعادين في موقع واحد، ناموس الوثبة غير ناموس هذا المهرجان. الكل فائز مشارك بهذا المهرجان، الكل يتقدم مشاهدينا الكرام من أجل فوز ومن أجل ناموس. وهنا أيضا تسعيرة هجن الرياس، يا سلام، شكرا لهذه المؤسسة العملاقة. مقدمة الشوط سمحون، سمحون مع الصدارة، سمحون يتقدم، تعود الملكية سيف بن علي بن سالم العامري. ومن الجانب الاخر من ياتي مشاهدينا الكرام وينطلق الجارح، الجارح ولكن يسلوب اللي وصل في هذه اللحظات حشيم يبي موقع الحشمة. حشيم، حشيم يتقدم، تعود الملكية علي بن محمد بن سلطان العويسي، يا سلام. ولكن المقدمة ما زال سمحون، سمحون وحشيم. الناموس إلى وين؟ ولكن وصل الجماعة، وصل المنتجين في هذا الصباح. هناك يتقدم مشاهدينا الكرام وياتينا بهذا التقدم الممتاز مبعد حمد بن عبيد بن محمد الراشدي أول إذا عليه. وهنا ينطلق مباشرة شاهين ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي. ولع الشوط، ولع ولع عن القعادين المنتجين في هذا الصباح. حشيم، حشيم وسمحون. الناموس وين؟ الناموس حاير، الناموس طاير من اجل الفوز، من اجل الابداع. ولع عن الشوط بهذا الانطلاق، بهذا الانطلاق الجميل. حشيم في موقع الحشمه، سمحون يتقدم المركز الثاني. هناك الثالث الراشدي والقادم الواصل شاهين الخيلي. ولكن الناموس وين؟ حشيم، حشيم ما سلم. حشيم وسمحون اللحظات الاخيره، اللحظات الحاسمة، الأبطال والأقوياء، الفوز والناموس طعمه غير في عصمة الملايين، في عصمة الميادين. حشيم يا حشيم، حشيم، حشيم الخيالي، الخيالي قادم، قادم بكل قوة مع الهبوب ذرة. ولكن حشيم موقع الحشمة، حشيم، 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 حشيم. تهانينا والناموس لمالك مشاهدي الكرام. أو سمحون، سمحون يا سلام، ياهو منظر، ياهو إبداع رايح في هذا الصباح. ننتظر، ننتظر الإعادة، وبالإعادة إفادة، بالإعادة إفادة. هناك مشاهدينا الكرام المركز الثالث، من وصل مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز، وصل في ثالث المراكز حشيم علي بن حمد بن سلطان العويسي. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام أتى في رابع المراكز هنا مبعد حمد بن عبيد بن محمد الراشدي. المركز الخامس مناور مبارك بن سعيد بن محمد بن راشد الاكتبي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، نتأكد من الفوز والناموس بهذه الإعادة وملخص هذا الشوط. هناك مشاهدينا الكرام
الدخول كان بالفعل جماعي ما بين شاهين وما بين سمحون. الناموس في هذا الصباح يتجه مباشرة لمالك. مشاهدينا الكرام، هناك شاهين بالفعل، شاهين تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لسعادة حمد بن سهيل الخيلي، الدعم الرسمي لهذا الشعار، والتهنئة الناصر بن حمد بن سهيل الخيلي، واشكرك يا محمد يا بن مبارك يا بن سعيد الوهيبي من قدم لنا هذا الشعار. توقيتنا الزمني 5 دقائق 55 ثانية. أربعا من الأجزاء، المركز الثاني مشاهدينا الكرام سمحون، سيف بن علي بن سالم العامري قطع المسافة زمن وقدره 5 دقائق 55 ثانية. أربعا من الأجزاء بنفس التوقيت، تهانينا والسلام يا اهالي ميدان صيح صبره بالفعل مع المركز الاول ومع الثاني ومع الفوت الفنش في هذا الصباح. اهل ميدان صيح صبره المركز الثالث، المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز، حشيم علي بن محمد بن سلطان العويسي، ولكن الفوز والانتصار يذهب مباشره لما 5 دقائق 55 ثانية. 7 من الاجزاء توقيت مع المركز الثالث، تهانينا وناموس لمالك شاهين ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي، واسعد الله صباحك يا ابو حمد على هذا الفوز والانتصار، والتهني لمحمد بن مبارك الوهيبي. التواصل يستمر ايها المتابعون جميعا في كل مكان، حيث اعلنت انطلاق